فاطمة بن سري، أخصائية نفسية. أهلا وسهلا، صباح الخير فاطمة، صباح النور. نورتينا. شكرا. وأيضا معنا السيدة فتيحة غريبي، ممرضة. صباح الخير سيدتي، أهلا وسهلا. صباح النور، شكرا على الاستضافة. أهلا بك سيدة فتيحة. سيدة فتيحة، تكون معك البداية، كون الموضوع يعني اللي صوره لنا السيد أو زميل إلياس بن زيان عن هذا اليوم وهذه الوقفة اللي قمتم بها. بداية خلينا نتحدث عن هذا اليوم وأيضا المحاور اللي تم مناقشتها في هذا اليوم. نعم، تم التنسيق مع الزملاء في المركز الاستشفائي الجامعي بتليمسان لتنظيم يوم علمي حول الوقاية من مرض السرطان بفندق رينيسانس تليمسان، اللي كان يوم 12 أكتوبر 2023. تم هذا اليوم 6 مناقشات شفوية من طرف الأخصائيين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي. ناقشنا فيها عدة محاور حول كيفية الوقاية، الكشف المبكر، أهداف الكشف المبكر، والتوعية خاصة. اللي يعني التوعية تلعب دور كبير، حيث يمكن أن الكشف المبكر عن مرض السرطان يكون نصفه العلاج. يعني إذا العلاج النهائي. نعم، علاج. العلاج النهائي. نعم. يعني شحال ما اكتشفنا الإصابة مبكرا، شحال ما يكون تماثل الشفاء بنسبة 97%. نعم، جميل جدا، جميل. نتوقف عندك سيدة فتيحة ورح نرجع لك. إذا سيدة فاطمة، الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. أكيد في هذه الفترة بالتحديد، عندما تسمع المرأة خبر عفنا الله يا ربي وشافي يا ربي الجميع السيدات اللي مصابات بسرطان الثدي، يعني وقع هذاك الخبر أو وقع هذيك الدقيقة الأولى، كيفية أنه الاهتمام النفسي، كيف نعطوها هذاك التشجيع والكوراج. مثل ما لاحظنا السيدة اللي كانت حاضرة معنا في الورقة، قالت أنا تم تشخيص حالتي على الساعة 6، دخلت درت العملية ولما قمت شكرت ربي سبحانه. يعني ما شاء الله عليها، قوية إيمان. إذن سيدة فاطمة، لما نتحدث عن الصحة النفسية وكيفية الاعتناء النفسي بمريضة السرطان المحاربة، ليست محاربة. محاربة. نعم. والله سي لو فري سونس دو مون. علاش نقولوا محاربة؟ لأنه تفوت بمراحل نفسية يعني مهمة جدا وثقيلة شوية على المرأة كمرأة. نعم. يعني بالحساسية نتاعها، وكذلك يعني لو باركور اللي تفوتوا، يعني المراحل اللي تفوت فيهم، سواء المراحل النفسية اللي راح نتحدثوا عليهم دروك، ولا المراحل يعني تاع العلاج اللي تحدث عليهم الزميلة نتاعي. دونك أول شيء لازم نعرفوا باللي مريضة السرطان يكون عندها يعني ثلاث يعني مشاكل نفسية. أول حاجة الصدمة، لو تروماتيزم بسيكولوجيك، الصدمة النفسية، وهي كما قلتي اللي تتلقاها في أول ما تتلقى التشخيص. ثاني حاجة المعاناة النفسية، لا سوفرانس بسيكولوجيك، اللي هي يعني تعيش معها لونطون، حتى وكنشوفوهم يعني دايرين لو كوراج ويهضروا معانا بيان وعندهم، لكن داخليا يعني تكون عندهم هذيك المعاناة، وحنا شفناها في الممارسة اليومية نتاعنا كأخصائيين. حتى المرأة تجي تقول لك سي بون درت لوبيراسيون، والاخر بصح كي تدخلي في لونتروتيان بسيكولوجيك معاها، كي تدخلي في المعاش النفسي نتاعها، تلقي بلي ما زالت متأثرة يعني بهذيك الصدمة النفسية وبالمعاش اللي عاشته النفسي في الفترة هذه. ثالث حاجة اللي هو يعني المشكل النفسي الظاهر نلقاوه دائما، هو القلق عند مرضى السرطان بصفة عامة، والقلق عند مرضى السرطان الثدي بصفة خاصة. والقلق هنا يختلف شوية. علاش؟ عند المرأة اللي يكون عندها مرض السرطان يكون عندها تخوف من الصورة الجسمية كأنثى. يكون عندها تخوف من يعني التضرر هذاك الجسدي اللي ممكن تعاني منه، يكون عندها تخوف من الموت، لانه فكره هذه الفكره الشائعه فوالا في مالوغوزمون لازم نبداو نغيروا فيها، ونحيي يعني كل اللي بادروا في هذا الشهر الوردي. نعم. بالمبادره هذه تاع التحسيس والتوعيه. نعم. الحملات هذو يعاونونا بزاف باش المراه
تتقبل ديجا مرض السرطان، وهو يعني هو الجزء الأساسي في مرحلة العلاج النفسي عند مريضة السرطان. يعني المشكل أنه التقبل، لأن هذه التوعية وهذه التحسيس وهذه الحملات اللي تندار، يعني تشارك المرأة اللي ماشي مريضة والمرأة اللي عندها المرض، تشاركهم في هذه الحملات التحسيسية، وتشوف أنه كاين ناس يدعموها، كاين ناس عطاوها يوم ولا أيام تحسيسية ولا شهر كامل من تحسيس، يعطيها شوية دعم نفسي ويعطيها راحة شوية نفسية، وينقص هذاك التخوف وبالتالي ينقص القلق. نعم. طيب نتوقف معك في هذه النقطة ونرجع لك بعد قليل سيدة فاطمة. إذا سيدة فتيحة يعني مع هذا اليوم العلمي اللي قمتم به، أكيد كانت هناك مشاركات، كانت هناك تدخلات، حدثينا عنها. أكيد كانت كاينة مشاركات شفوية. بالنسبة للمشاركات كانت محور حول الوقاية، حول طرق العلاج، حول التحسيس، التحسيس بصفة كبيرة، لأنها مالوغوزمون احنا نشوفوا كل ما تزيد التحسيس ولكن نسبة الإصابة بمرض السرطان تبتدي تزيد. احنا نسجلوا حوالي 4000 حالة سنويا، حالة جديدة 4000 حالة سنويا. دونك مالغري حملات التحسيس ومالغري إلا أن الإصابات في تزايد مستمر. خلال السنوات الأخيرة احنا نشوفوا باللي كاين نساء تحت سن 40 اللي راهم ينصابوا بسرطان الثدي. طيب سيدة فتيحة، أنت قلتي أن النسبة في تزايد، في رأيك هل هو نفسها أنها يعني بالكشف الذاتي؟ ما للآن يوجد بعض السيدات اللي ما عندهمش هذيك ثقافة الكشف الذاتي، أم هو تهاون من بعض السيدات لأنها تقول لك الكشف السنوي؟ ربما هو تهاون من الكشف السنوي لا ماموغرافي، دونك تقول لك أنا ما عندي والو، ما عندي والو، حتى تكون كاينة نوديل ولا تكون دي دولور ولا عادة باش تراجع طبيب تاعها. وهي نو نورمالمون الكشف الذاتي يكون شهريا. نعم. من ابتداء مهتم يعني للنساء كافة من ابتداء من فئة 20 سنة. بصفة شهرية طبيعية ابتداء من الأيام بعد الدورة الشهرية. والفحص لاماموغرام يكون بصفة سنوية مرة في السنة. نعم جميل. طيب بخصوص يعني الحملات التحسيسية، هل كانت فقط يعني متوقفة على هذا اليوم العلمي، أم كانت هناك خراجات لمناطق الأرياف، المرأة الريفية يعني حاولوا تتواصلوا معها؟ بالنسبة لهذا اليوم العلمي هو تكملة للسلسلة التي قامت بها مديرية الصحة والسكان ولاية تلمسان، اللي انطلقت منذ الفاتح من نوفمبر الفاتح من أكتوبر عفوا، ولا زالت مستمرة إلى غاية 31 أكتوبر. من تكوينات متواصلة، من قوافل تحسيسية تجوب مناطق الظل، من فتح أبواب للفحص والتشخيص على مستوى المراكز وعلى مستوى مؤسسة الصحة الجوارية. طيب جميل. سيدة فاطمة، الآن تكلموا عن المحيط، أو خلينا نقول العائلة. العائلة دائما هي معروفة، هي الدفء، هي الملجأ، هي اللي بعد يوم طويل من التعب عندما تفتح الباب تدخل، هذاك هو الملجأ تاعك الحقيقي. فما بالك في هذه الظروف وفي هذا الظرف بالتحديد، وبعد هذاك الخبر اللي يكون شوي صعيب على السيدة، يعني أكيد للعائلة دور كبير هنا، والبيئة والمحيط عندها دور كبير. وبارفوا تكون يعني انا شفتها في خاصه المراه الجزائريه تحمل هم العائله بزاف، دونك باش ما تحملش همهم، باش ما تحملهمش الشيء اللي راها تحس به، تعيش هذيك المعاناه وحدها بينها وبين نفسها. الوغ هنا واش نقدروا نقولوا للعائلات ولا للزوج، خاصه للاولاد، للناس اللي مدورين بالمراه هذه اللي عندها مرض سرطان الثدي، اول حاجه لازم يفهموا انه عندها معاناه نفسيه، ما لازمش نيجليجو هذا الشيء، باسكو مالوغوزمون يقول لك باللي هذه دايره الكوراج، ونسمعوها تولي جوغ، خاصه في الشهر الوردي كي يجو. انا نخدم في مؤسسه عموميه تابعه للصحه الجواري الصديقيه، يعني تقول لك باللي لا بنتي دايره الكوراج، ولا زوجها يقول لك ولا غير دايره الكوراج اكثر منا حنا، الوغ كو هي
يعني تحملها في نفسها باش ما يعيشوش هذه المعاناة. نعم. لأنه عايشتها هي وعارفة بلي صعيبة هذه المعاناة، ما تحبش تعكر أجواء. دونك احنا واش نقولوا كونترير، لازم يقاسموها هذه المعاناة، هي تبدأ بنفسها، هي تشارك هذه المعاناة، باسكو غير تقول بلي راني مقلقة راني خايفة، يعني باسكو بينها وبين نفسها سوبوز ميل كيستيون، ألف سؤال يطرأ على مريض السرطان، يعني مهما كان الحالة باينة والطبيب يفهمها وكل شيء باين في الماموغرافي، بصح هي بينها وبين نفسها تطرح ألف سؤال، وهذوك الأسئلة بارفوا نسحقوا تسحق أنه نسمعوهم فقط، نطلبوا منها أنها تشارك الأسئلة اللي راها عندها مع العائلة نتاعها. السند في الأسرة يبدأ بالاستماع، احنا رانا نقولوا هي لازم تطرح الأسئلة، والعائلة لازم تسمع مستمعة. تكون مستمعة، والإنصات مهم جدا، مش غير نسمع باش نجاوبها ونقولها لا ما كان والو. يعني تفرغ تلك الطاقة لما تحس حالها براحة نفسية إذا تكلمت. صح، تحتاج السمع أكثر من أنه تحتاج إجابة، ولا هي فقط الهدف من الكلام أنه تحتاج مثل ما قلتي سند الاستماع. بيان سور، وهو علاج، يعني احنا كأخصائيين أول علاج نستخدمه هو الاستماع، يعني سانوتي بسيكولوجيك تريز امبورطون، يعني مادة وسيلة نستعملوها في العمل تاعنا مهمة جدا. إذا كان أنا كزوج ولا كابن ولا كأم ولا كأب تعرضت وحدة من العائلة تاعي لهذا المرض، أني نسمع لها راح نكون نساندها بصفة كبيرة، وراح نكون نساعد في العلاج النفسي كذلك، لأنه مهما كان الأخصائية النفسانية ممكن المعالجة نتاعها في إطار علاجي طبي ولا نفسي، لكن الأب ولا الأم ولا الزوج يعني هو أسري ومساندة دفء وحنان وعطف، لأنه تحتاج العطف، لأنه المرأة بصفتها مرأة ديجا عندها هذيك الحساسية ومشاعر، وكل ما سمعنا لها كل ما حسينا بالمعاناة نتاعها، وما لازمش نتهاونوا بالمعاناة، بس يا دي فام اللي كي عبروا نتهاونوا بالتعبير نتاعهم، قال ما عندك والو، علاش راكي مكبرتها، هاد لي مو هادو اللي نستعملوهم تولي جوغ باش حنا في بالنا النفسيه. ايه هو تحطيم نفسي، لكن حنا نشوفوها باللي لا رانا نطلعوا لها في المورال. داكوغ، دونك هادو ايفيتي، هاد لي مو تحتاج الاهتمام ان صح التعبير. هي مرأة من غير مرض تحتاج اهتمام، صح، ولكن تزيد يخلق حساسية. نعم. بيان سور المرض يخلق حساسية ويخلي المرأة ما تطلبش الاهتمام، يعني هذاك الإحساس يعني لا يعني نظرة الشفقة لا تريدها، ولكن تريد اهتمام حقيقي صح التعبير. بيان سور بيان سور، ولازم نفهموه بلا ما تطلبوا منا. صح. ومالوغوزمون أنا نقولها يعني المساندة يعطى ولا يطلب أكيد. بيان سور، والمساندة تبدأ من الاستماع إلى المرافقة. مالوغوزمون في أول مرض نشوفوا بلي كاين مرافقة للناس، العائلة نتاعها، الزوج، الأخت، ومن بعد إي فوا دو تخوا سيونس تاع ثيرابي ولا سي بون، ما يولو تجي وحدها. دونك حتى تكون وصلت لمرحلة الاستقرار النفسي وتعاود دير اون روشيت الانتكاسة النفسية، علاش؟ باسكو لقات روحها وحدها، تقول لك أنا كانوا معايا، كانوا يجوا معايا، كانوا يسقسوا عليا. دان سالكو احنا واش نقولوا اليوم، انه المرافقة النفسية والاجتماعية والأسرية لمريضة سرطان الثدي لازم تكون طويلة، لازم نصبروا معها شوية، ماشي في غضون حصة ولا اثنين، سواء في الراديو ثيرابي ولا في الشيميو ثيرابي ولا حتى في العلاج النفسي. سي بون نحطوا سلاح ونقولوا لها روحي وحدك، صحيح، راكي مليحة، انا نشوف بلي راكي مليحة، باش انا نتجرأ من فكرة اني نساندها واني نرافقها ونتخلى عن مسؤوليتي. فعلا. مسؤوليتي كسند. بيان سور. نعم. بيان سور. راح نرجع لك سيدة فاطمة بن سراي. سيدة فاتحة، لو نتحدث عن الأهداف لهذا اليوم العلمي، يعني التجاوب، الحضور، حدينا على هذه النقطة. يبقى الهدف من هذه الحملات التحسيسية هو نشر الوعي بضرورة الكشف المبكر، لأن الكشف المبكر هو السبيل الوحيد
لنسبة الشفاء كما قلنا كما قلت لك في البداية، شحال ما نكتشف الإصابة بمرض سرطان الثدي مبكرا في البداية، شحال ما ترتفع نسبة الشفاء، يعني توصل حتى 97% 100%. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يعني كل هذه المجهودات اللي كنت تقوموا بها تكون ساهمت في نشر الوعي لدى السيدات، وان شاء الله ربي يشافي جميع المريضات يا ربي. طيب سيدة فاطمة بن سراي، انا مرة سمعت مقولة بان اصل الامراض العضوية نفسية، يعني من الاصل تاعها تبدا بالنفسية، اذا كنت نفسيا يعني متضررة ومتدهورة نفسيا يظهر على الأعضاء الجسد، وهو أكيد دائما بيقول عندما تكون سعيد فرحان المناعة ترتفع، إذا كنت تعيس كنت حزين، الحزن يقتل الكثير من الأشياء، فما بالك المرأة. وربي سبحانه وتعالى يوصي دائما المرأة، رسولنا الكريم دائما يوصي بالمرأة، يعني عارفين قداش الحزن يعني يدمر المرأة داخليا. صح. فنفسيا من الداخل هذاك الاستعداد أنه الوقت سيمضي، كيفاش نوصل المرأة أنه هذا وقته سيمضي، أنه حالة وتمضي؟ صح. شوفي، هي في المراحل الأولى مراحل الصدمة النفسية، المرأة تفوت بمراحل نفسية، معليش نذكرهم يعني بالخوف. أول مرحلة، لا لدينا الوقت، تفضلي لحظة تفضلي. أول مرحلة هي ليزيتاسيون ولا التردد، أول مرحلة هي صعيبة. علاش؟ لأنه المرأة كما قلت لك سوبوز مي كيسيون، علاش أنا مرضت؟ وبالك أنا ما حافظتش على روحي، وبالك أنا ما درتش الكشف المبكر. تلوم روحها، النفس اللوامة، فوالا تلوم روحها. وفي هذيك المرحلة الحالة النفسية نتاعها تكون سلبية 100%، وهذا الشيء ما يساعدهاش كما قلتي باش تخرج من المشكل هذا تاع، باسكو أي حالة احنا نعيطوا لها بسيكوسوماتي، يعني أي حاجة جسمانية نفسية، والمصدر الأول يكون النفس، لأنه علاش كل ما كانت هذيك السلبية وليزومون سيغتو المرأة، المرأة يعني مالوغوزمون الجسم نتاعها والنفسية نتاعها تأثر بزاف على الجسم نتاعها، باسكو كل شيء ديزومون عندها ليزومون بزاف، وكل ما تأثرت نفسيا كل ما شفنا هاد الشيء في لوكوغ تاعها، سوا باغ دي بروبليم عدم اتزان الهرمونات، ولا دي بروبليم في السرطانات، سوا سرطان ثدي ولا سرطان عنق الرحم. يعني احنا نقولوا باللي المرحله الاولى هي المرحله اللي لازم لها علاج نفسي. دونك المرحله تاع الاولى هذيك تاع الصدمه اللي يوقع فيها التردد، المراه تكون ايزيتونت، وهنايا لازم نسمعوا لها ولازم ناخدوها عند الأخصائي النفسي، يعني في أقرب الأجل، ما لازمش نخلو، باسكو علاش هذه المرحلة تدي وقت كبير، تدي من 3 شهور حتى 6 شهور، وسا ديبون كيفاش تكون لا فام. وكاين دي فام لازم نقولوها، كاين دي فام اللي تخدم على نفسها نفسيا ودير ان ترافاي سور سوا وتطلع المورال لروحها وتتكلم مع نفسها ودير سبور وتخرج وتحاول انها دير ان ايكيليبر ايموسيونيل، يعني توافق عاطفي بينها وبين نفسها. المرحلة الثانية هي مرحلة لاكسبتاسيون ولا التقبل، وهنا التقبل مالوغوزمون ما يحدثش قبل لا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي، مالوغوزمون المرأة ما تتقبلش المرض حتى تدخل في هذيك المرحلة تاع العلاج اللي تكون شوية قاسية عليها كمرأة ديجا، وقاسية عليها كصورة الجسد، خاصة نتحدثوا بصفة خاصة للنساء اللي يكون عندهم استئصال ثدي، وهنا يعني لا بريز ان شارج تاعهم تكون مختلفه على النساء اللي قدروا يعالجوا المرض نتاعهم بدون استئصال الثدي. دونك هنايا في المرحله هذه تاع
استئصال تادي، صورة الجسد بالنسبة للمرأة، المعاناة النفسية، تقبل المرض يكون صعب بزاف، وممكن في المرحلة هذه تاع استئصال تادي ما يكونش كاين تقبل وما نفوتوش المراحل اللي راح نتحدث عليهم من بعد، وهنا يكون كاين مشكل نفسي. وفي هذه المرحلة تاع التقبل إلى ما كانش كاينة تحدث الأمراض النفسية اللي هي الاكتئاب، انطواء، ولا الانطواء، يعني ممكن حتى تضطر هذه المرأة أنها تأخذ أدوية نفسية بس ما تقبلتش. وهذه الحالات بزاف مالوغوزمون نشوفوهم دايما لأنه ما تقبلتش المرض، ما تقبلتش صورة جسدية. يعني استسمحك على المقاطعة دكتورة فاطمة، علاش دائما هنا المرأة كأنه نهاية الحياة؟ علاش يعني خلينا نتكلموا من غير هذيك البروتوكولات، من غير يلا خلينا نتكلموا بشفافيه تامه، لماذا نشوف سرطان يعني موت؟ علاه هي وهي بالنهايه اجال؟ صح هي اجال، لكن نتحدث على سرطان تدي، المرأة حياتها جسمها ونظرتها لجسمها بسيكولوجيا، نتحدث في الفطرة البنت كي تكون صغيرة تشوفيها تشوف في المرأة وتمشط في شعرها. صحيح. صورة الجسم عند المرأة مهمة جدا جدا جدا، وهذه فطرة خلقها فينا ربي سبحانه، فطرة خلقها فينا ربي سبحانه وتعالى أكيد، ولكن ثاني خلينا نقول أنه معايير جمال تغيرت، يعني ما لازمش دائما نرسخه في المرأة، يعني وهذا بين الصغر إلى كل السيدات اللي يتابعوا فينا عندها بنات، ما لازمش دائما تغرسي في البنت أو يعني الطفلة أنه الجمال بمعنى الشكل الخارجي، لا، الجمال ينبع من الداخل. صح، هي شوفي في المرحلة هذه المرأة تتأثر. شوفي احنا ما نقدروش نلوموا المرأة على معاناة نفسية بس هذا من حقها أنها تعاني، لكن احنا رانا في مرحلة أنها تتقبل. هي المشكل ماشي في الصورة الجسمية ولا في الحالة النفسية تاع المرأة، قد في حالة التقبل أنه فقدنا عضو أنثوي، فهمتيني؟ دونك المرأة هنا المشكل نتاعها كاع في أنها تتقبل أنه عضو أنثوي، ماشي دفوا ما تكونش نهاية حياة، دفوا تكون بداية حياة عند المرأة. وحنا شفنا نساء تحداوا المرض، محاربات، وحاربوا وخلقوا نفسهم يعني جمعيات وعاونوا نساء. صحيح. اللي كان عندهم. صحيح. المرض، يعني بالعكس ممكن تكون بداية، لكن هذيك المرحلة الأولى حساسة شوية. دونك أنا كأخصائية نقول دائما أنه باش المرأة تتقبل لازم حنا ديجا نتقبلوا أنه هذا شيء صعب، ماشي حاجة سهلة. وهل يخلق الله غير الجمال؟ سبحانه فعلا. والله ربي سبحانه وتعالى فعلا. كل شيء خلقه في الكون جميل، وربي ما أعطانا، إن الله جميل وأعطانا الجمال. صدقيني من يريد أن يراك جميلة سيراك جميلة، حتى لو كنت أبشع يعني وحدة في الكون سيراك جميلة، وإن كنت بشعة سيراك دائما جميلة. صح. الجمال ينبع من الداخل، دائما لازم تكون عندك الثقة في نفسك، سواء كنت بالمرض أو بغير مرض، أنت خلقتي أنت فخلقتي جميلة. صح. وفعلا النساء تحداوا مرض سرطان وحتى بدون شعر بدون تدي. نعم. وخلقوا صورة جميلة لمريضة السرطان. صحيح. يعني شفنا صور يعني جمال كما راكي تقولي نساء بينوا صورة المرض بصورة جميلة جدا. وما يمنحش انه ما عنديش شعر ولا ما عنديش تدي اني نكون جميلة. ونعود نقول الجمال الاساسي هو جمال الروح. نعم. والتحدي الأساسي ماشي في الجسد، التحدي الأساسي في المجابهة، في مواجهة هذا المرض والتخلص منه. وبعد مرحلة الأكسبتاسيون وهنا كما قلت مرحلة التقبل تجي مرحلة التعايش الأدابتاسيون، وهي مرحلة اللي نسحقوا فيها شوية سند أكثر. وعلاش؟ باسكو في مرحلة التقبل يبداو يفهموا الأسرة باللي سي بون ساي تعودت وتقبلت المرض نتاعها، دونك هنا لا ما نخلوهاش وحدها. وبعد مرحلة الأدابتاسيون المرحلة الأخيرة هي لو شونجمون، التغيير اللي كما قلتي تقد تفرض روحها حتى وهي مريضة، حتى وهي دايرة استئصال تادي، حتى وهي ما عندهاش شعر، حتى وهي يعني صورتها الجسدية تقد تخلق هي صورة جسدية يحبوها الناس وتحب هي نفسها وتتقبل نفسها وتتغير حياتها للأحسن. احنا واش نقولوا اليوم للمرأة اللي راها تسمح فينا وسوى
المرأة اللي يعني بصحة جيدة، نتمنى ربي يعني يدوم عليها الصحة يدوم يا رب، الصحة إن شاء الله، نعم، الشفاء العاجل لكل، بس جينيرالمون كي كانت تتحدث زميلة تاعي دروك على على التحسيس وعلى الكشف المبكر، جينيرالمون المرأة عندها تخوف من الكشف المبكر، تقول لك أنا ما نخربش، ما راه عندي والو ما نخربش، دونك يفو فار اتونسيون سا، تحدي نفسك بالكشف المبكر، ما تخليش روحك توصلي للمراحل اللي رانا نتحدثوا عليها، الخوف تاعك اليوم راه صغير، تحداي هذاك الخوف وروحي ديري كشف مبكر، باسكو سي امبورتون، وخاصة في الأيام اللي رانا فيها هذه، كل شيء فاسيل، الدولة يعني نشكروا وموفرة كل الإمكانيات للكشف المبكر، والمرأة اللي راها تسمح فينا اللي راها متعايشة مع سرطان الثدي، نقولوا لها القوة نتاعك أنت تعطينا القوة، نستمدوا منك قوة، وأنت تقدري تكوني مثال قوي للنساء اللي عندهم صحة جيدة وممكن ضعفوا في مرحلة معينة من حياتهم، دونك نتمنى لهم الشفاء. هذه هي الحياة بالنهاية، يعني هبوط وصعود، صح، هذه هي الحياة. شكرا لك سيدة فاطمة بن سراي، نورتينا في هذه الصبيحة. سيدة فتيحة غريبي، شكرا لك، ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.